بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء متجدد مع برنامج سنريهم، ما زال الإنسان فينا يدرك في كل لحظة أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وأن الله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد. في هذا البرنامج إن شاء الله سنلقي الضوء على آيات الله الكونية في هذا الكون، وكيف أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو المهيمن وهو المدبر لهذا الكون. دعوني بداية يعني باسمي وباسم حضراتكم أرحب بالسادة الضيوف في الاستوديو. معنا الدكتور مجدي الشريف، عضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. أهلا بك يا دكتور. يا مرحبا، شرفتنا ونورتنا. معنا كمان ضيفنا الراقي والمعالج والحجام فضيل الشيخ مدحت فوزي. يا مرحبا شيخ مدحت. يعني بداية يعني أنا أعبر عن فرحتي بتواجده مع الدكتور مجدي والشيخ مدحت. جزاك الله خير. ونتمنى إن شاء الله تكون حلقة مثمرة ومفيدة، إن شاء الله يستفيد منها الجميع. معالي الدكتور، الله تبارك وتعالى لما تحدث عن الآيات لم يخاطب الصحابة الكرام ولم يخاطب سيدنا رسول الله، بل خاطب غيرهم، ولذلك الضمير كان عائد على غيرنا. قال الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فما زال الإنسان يرى معجزات ربنا سبحانه وتعالى في الكون تتحقق، ويرى قدرة الله تبارك وتعالى، ويرى فعل الله في هذا الكون. نرجو من سيادتك يعني تلقي الضوء على هذه المسألة كده وتورينا هل في فعل آيات ومعجزات كونية تتطابق مع آيات قرآنية وحديث نبوي شريف؟ آمين يا رب إلى قيام الساعة بإذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لا تنقضي عجائب الوحي وحي القرآن والسنة أبدا. وزي ما تفضلت حضرتك مشكور أن ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبهم أنه سوف يبين لهم، لأن الله تبارك وتعالى أخبر حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم قال ثم إن علينا بيانه. بيان يعني هذه الآيات في القرآن الكريم لكل نبأ مستقر. يعني لم يكلف الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يفسر لنا كل شيء في وقت، بل إن كل شيء في موعده سوف يراه الناس بأعينهم. كما إذن يا دكتور لو فسر سيدنا رسول الله، إما أن يكون التفسير عالي عن مستوى الصحابة فيرفض أو يكون أقل فيرفض في زمانه، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة ثم إن علينا ومكانه. نعم، فلذلك عندما قال الله تبارك وتعالى لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، أي أنه لكل نبأ في كتاب الله تعالى تحقق ولو بعد حين، كما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والحمد لله كما نرى بأعيننا تحقق آيات القرآن الكريم الكونية، فأيضا نرى آيات القرآن الكريم الاجتماعية وفي كافة المجالات. يعني قصد حضرتك نقول ان هي الامر مش مادي فقط، ممكن نعم. يكون مادي ومعنوي بالضبط، في معجزات معنويه نعم. اجتماعيه نعم ماديه وايضا اجتماعيه. في النواحي الماديه الان كل الدنيا يرون باعينهم نعم. هذه الايه القرانيه والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون، سيارات نعم. طيارات الان رايناه باعيننا، كل الناس يرون باعينهم ما اخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الا تقوم الساعه حتى يتطاول الناس في البنيان. كل الناس الان يرى المباني عاليه مرتفع. جدا كل هذه الايات الكونيه، نرى ضيق الصدر بالصعود في السماء، نرى كيف اكرم الله اكبر اطباء العالم بنعمه الاسلام في كافه فروع العلم، فطاح العلماء العالم يسلمون لله رب العالمين بسبب أن الذي وصلوا إليه ورأوه بأعينهم هو ما أنزل إلينا من ربنا. وأرجو أن ربنا يعني يكرمنا في هذه الحلقة ناخذ آية في الناحية الاجتماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هيا بنا
نرى ما وعدنا به ربنا سبحانه وتعالى. تمام. الله سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هيا نرى هذه الحياة الطيبة وهذه النتيجة الرائعة فقط بمجرد أن نعمل صالحا. كيف نعمل صالحا؟ ممكن أي إنسان يسأل سؤال: ما الذي أفعله حتى أكون قد عملت صالحا؟ أفعل مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وهات المؤمنين رضي الله عنهم. لماذا؟ الله تبارك وتعالى برحمته أرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رحمة لينا، رحمة للعالمين، وأرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اسمح فضلتك يا دكتور، في معنى اتصال. اتفضل يا دكتور. معنا الدكتور طارق درويش. أهلا بك وسهلا دكتور طارق. سعادة الدكتور طارق درويش هو هو مديرنا وهو نعم، وكنا اليوم كان بيدير حلقتنا معاك يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتورنا الحبيب. اتفضل يا معالي الدكتور. اسعد الله ايام العلماء الافاضل. احنا من غيرك ولا حاجه يا دكتور. والله قناه الصحه والجمال بتشرف بوجود عالمين جليلين، فضيله الدكتور بني الشريف رئيس لجنه الاعجاز العلمي للقران والسنه، وفضيله الدكتور ياسر رضوان عضو هيئه علماء المسلمين، واخونا الفاضل المتمكن الحجام الرائع الدكتور محي. اسال الله العظيم ان يبارك فيكم في هذا الجمع الشريف. جزاك الله خير يا دكتور، الله يحفظك. الله يبارك فيك يا دكتور. احنا كنا في حلقه جديده من برنامج سنريهم، وفضيلة الدكتور مجدي بيقول إن القضية ليست قضية مادية فقط، إنما قضية مادية وقضية أيضا معنوية، يعني في إعجاز اجتماعي وإعجاز نفسي، حتى أن بعض العلماء في بعض المؤتمرات أثاروا قضية إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه، فدي معجزة كبيرة جدا إنه ربي ينقل أناس من عباد للحجر إلى سادة للبشر. فتعليق فضلتك الدكتور. انا بشكر حضرتك انك فتحت هذا الموضوع الرائع، موضوع كيف ربى النبي اولاد الصحابه وكيف ربى النبي الامه. وانا من هذا المنبر الرائع، منبر الصحه والجمال، والذي له باع طويل في يعني فتح ملفات خطيره زي ملف التربيه، انا بأنادي من هذا المكان بوجود العلماء الافاضل بان كل من بيسمعونا النهارده يطبقوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم في التربيه. ما كان لينه في شيء الا زانه، ويبتعدوا كل البعد عن العصبيه وعن العقاب البدني الذي ليس له وجود في الاسلام، فلم ياتي العقاب البدني في الاسلام الا عند الصلاه وبعد 10 سنوات، يعني كمان 3 سنوات من 7 ل 10. ده سيدنا رسول الله يا دكتور بيقول حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. نعم احسنت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرب الا شراركم. واحنا ان شاء الله اهلنا وناسنا ليسوا من الاشرار. فانا برجو وبوصل رساله من هنا ان تبتعد كل الامه عن العقاب البدني للاولاد، وتترك لهم المساحه الكافيه، ويدرسوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم ازاي خرج لنا هؤلاء الابطال العظام. طب بحكم ان حضرتك متخصص في هذا المجال يا دكتور، هل ترى البعد عن الضرب فقط والتحول الى اساليب عقاب اخرى، ام ترى حضرتك انه نستغنى عن كل اساليب العقاب، وكيف طيب نحاسب على الاخطاء؟ لا، يجب ان يكون هناك عقاب، واحنا عندنا 28 عقاب في الاسلام. طيب. ليس من بينهم العقاب البدني ولا الضرب، ولكن العقاب يتماشى مع نمط شخصيه الطفل ومع ذكاءاته المتعدده ومع امكانياته، وفي زمن للعقاب وفي وقت للعقاب وفي شكل العقاب. كل الامور دي ليها شرحها وليها، ولكن احنا من هنا بنقول والله العقاب البدني لا ياتي ابدا ابدا بالخير للامه، ولكن صحيح. بيخرج لنا نفوس مريضه ومهشمه وضعيفه وغير قادره على اتخاذ قرار ولا غير قادره على حمايه هذا الوطن. بارك الله فيك يا دكتور، وجزاكم الله خير على المداخله الطيبه، ربنا يبارك فيه. الله. لعلنا نذكر يا دكتور. نعم. بعد مداخله الدكتور طارق موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا انس. نعم. لما تأخر عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام، حط ايده على كتفه وقال له: يا أنيس فقط، لم يفعل شيئا. الله. فضل. وأيضا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الرسول عليه الصلاة والسلام طيلة حياته. احنا معانا أستاذ سلامة اتصال، معذرة يا دكتور. تفضل. سامحنا. أستاذ سلامة اتفضل، حضرتك على الهواء. السلام عليكم. اتفضل يا فندم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ اهلا بك وسهلا، اتفضل استاذنا. الله يخليك حبيبي، انا عندي مشكله كبيره قوي يا دكتور. ضيعت ابني وضيع بيت بكامل، بيتكون من 5 اسر.
ما دمت مع الله ان شاء الله ربنا يحل لك كل مشاكلك باذن الله تعالى. الله الله يخليك دكتور. الله يخليك دكتور. انا كان عندي ابني بيلعب في قطاع الناشئين النادي الاهلي وجاله رباط صليبي، وهو بيلعب قعد 10 سنين في النادي الاهلي، جاله رباط صليبي اولاني عملوه عند الدكتور احمد عبد العزيز، وبعدين جاله رباط صليب ثاني في تمرينه. الدكتور عماد ده تبع النادي الاهلي ولا الدكتور احمد عبد العزيز؟ كان العمليه الاولانيه كان تبع الدكتور احمد عبد العزيز عملوها له، والعمليه طلعت اولانيه كويسه الحمد لله. اتفضل يا فندم. وبعدين جه في تمرينه اتصاب من واحد زميله في قلب الفرقه، جاله رباط صليبي ثاني. فجاله رباط صليبي ثاني، فابني راح له في النادي وقال لهم انا عايز اعمل الدكتور عايز اعمل العمليه عند الدكتور احمد عبد العزيز. فساعتها قالوا له لا احنا في دكتور ثاني، احنا عمل لك العمليه وده اللي متفقين معاه علشان بيخس 15,000 عند الدكتور احمد عبد العزيز. تمام. وعملوا له العمليه الثانيه، والعمليه الثانيه طلعت بايظه. فقلت جه الكابتن فتحي مبروك مشاه، عرف ان هو عنده رباط صليبي ثاني، فرجعوا ماشيين من النادي الاهلي. فانا خدته ورحنا قابلنا الكابتن محمود الخطيب، قعدت 5 ساعات مستني الكابتن محمود الخطيب على الباب في الجزيره لغايه ما طلع الكابتن محمود الخطيب وكلمته، وكلمت الكابتن محمود الخطيب، والكابتن محمود الخطيب وصلني بالكابتن محمد. والمهم وصلنا في الجزيره الكلام ده كله بعد ما استنيت الكابتن محمود الخطيب 5 ساعات. اتفضل. على باب النادي انا واولادي. اتفضل. عشان يعمل لنا العمليه على حساب النادي. لا. طيب وصلت لايه مع كابتن محمود؟ طيب معلش اتصال فصل. طيب ان شاء الله الحين عوده الاتصال مره اخرى. يعني احنا بنناشد من خلال منبر قناه الصحه والجمال من الناحيه الانسانيه والاجتماعيه، بنناشد كابتن فتحي مبروك وكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي لحل مشكله ابننا احمد سلامه، وهو بيقول ان هو اصيب في تمرين يعني اثناء الخدمه وبسببها زي ما بيقولوا في الجيش، وكمان يحاول يحل له مشكلته مع الدكتور عماد عبد العزيز اذا كان يجرى له عمليه اخرى ويعاد مره اخرى للتمرين او غيره. فاحنا بنناشد من خلال هذا المنبر ان شاء الله، لعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا سببا في هذا ان شاء الله. طب كمل الكلام الدكتور. فمن سنه الرسول عليه الصلاه والسلام انه لم يضرب طفلا طيله حياته عليه الصلاه والسلام، لم يضرب ابدا ابدا، حتى قال عليه الصلاه والسلام ولا يضرب الا شراركم، وايضا في الحديث الاخر ولا يضرب خياركم. فربنا يحفظ الدكتور طارق بينوه ان كيف ناخذ حظنا من رؤيه الحياه الطيبه بهذه الايه، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، ابناء طيبين، حياه طيبه، معامله جيده، صحة جيدة، كل هذا يأتي بماذا؟ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك ضروري أن نستوعب بأن قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، يعني لذلك دكتور هناك تعريف للعمل الصالح عند بعض. نعم. العلماء. نعم. يقول العمل الصالح هو العمل الذي يصلح للعرض. نعم. على الله تبارك وتعالى. الله. وله شرطان. أي. الشرط الاول ان يكون طبعا يكون مطابق لسنه النبي عليه. نعم. الصلاه والسلام، وخاضع لاوامر الله تبارك وتعالى. الله. نعم هكذا يكون في اخلاص. نعم. فلذلك استاذ عبد الله معلش سامحنا يا دكتور. استاذ عبد الله اتفضل. استاذ عبد الله اتفضل حضرتك على الهواء الان. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. انا سلام رساله. اهلا وسهلا. كنت معايا دلوقتي الخط طاطا. اتفضل كمل. اهلا بك يا دكتور. انا ارسلت استغاثه لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن فتحي مبروك، وان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يجعلنا سبب ان شاء الله. خط كمان حسن. اتفضل يا دكتور. نعم دكتور. بالجمله العمل الصالح. نعم. ان الايات الكونيه نرى تحققها باعيننا. نعم. عندما قال الله تبارك وتعالى فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة غير مخلقة لنبين لكم، إذن لابد أن يأتي اليوم الذي يبين الله تبارك وتعالى هذه المعجزات نعم. ويعلن إسلامه أكابر أطباء العالم على هذه الآيات. فكما نرى الآيات الكونية بأعيننا وكما نرى تحقق هذه الآيات الكونية بأعيننا، كذلك يمكننا أن نرى بأعيننا تحقق هذه الآيات والمعجزات الاجتماعية. نعم. فلذلك هذا العنوان العجيب، إن ربنا أراد أن نأخذ حظنا
منه في هذه الحلقه. بس اسمحك يا دكتور استاذ عبد الله والي سلامه والد اللاعب. اتفضل يا فندم. نعم. كمل. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل استاذنا معاك. اتفضل يا دكتور. اكمل بس الحكايه يا دكتور معلش. كله بالاختصار. طيب اتفضل. الله يخليك. يعني انا حضرتك انا وانا قابلت الكابتن محمود الخطيب ورحت للكابتن فتحي مبروك بعد ما اشرع الاوراق يعني عمل العمليه على حساب النادي. رحت للكابتن فتحي مبروك وكابتن فتحي مبروك ما رضيش يعمل العمليه على حسابه. على حساب النادي يعني. وقال لي ساعدت كده باللفظ انت عايز تدفع لك 35000 جنيه للعيب مش مقيد. قلت له يا كابتن انتوا الاصابه جايه من عندكم واللاعب انتوا ما قيدتوهوش عشان عارفين هو اصيب اثناء التدريب يا استاذ عبد الله صح؟ في النادي يعني كان بيلعب بقى له 10 سنين بيلعب في النادي الاهلي يا دكتور. والاصابه موثقه معروف اصيب فين ولما اتحرك بالعربيه اتحرك من النادي. ومعنا اوراق الدكتور ومعنا اوراق الدكتور احمد عبد العزيز ان هي بتقول العمليه الثانيه معموله غلط. وعملنا له العمليه على حسابنا بعد ما الدكتور فتحي الكابتن فتحي مبروك طردنا من النادي الاهلي وقال لنا انا مش عامل عمليات ومش عامل حاجه. انا كان عندي شقه شغال يا ريتني اتجوز فيها. انا عندي ابن مهندس بعتاله وعملت له العمليه على حسابي. عملت له عمليه على حسابي اتكلمت عليا ب 120000 جنيه العمليه اللي انا عملتها على حسابي اللي هي الخطا دي يا استاذ عبد الله. وانا ناس غريبه دلوقتي بقى لي سنه دلوقتي بقى لنا سنه دلوقتي بعد ما خرجنا من النادي الاهلي بقى لي سنه دلوقتي وعملت له العمليه على حسابي يعني بقيت اللي وراه واللي قدامي علشان اعمل له العمليه. وبعدين دلوقتي رجعت انا اشتكيت تاني في اتحاد الكوره دفعت 2200 في اتحاد الكوره واتحاد الكوره ما عملليش حاجه ولا حد سال فيا ولا حد بعت لي حاجه. وجيت اشتكيت عند النائب العام والنائب العام برضه حافظ القضيه. وبعدين قالوا لي بعد النائب العام قلت له طب انا اروح فين تاني؟ قالوا له روح عند المحامي العام اعمل تظلم عند المحامي العام. رحت عملت تظلم عند المحامي العام والمحامي العام برضه حافظ القضيه. انا عايز اجيب حق ابني. الناس اللي واقفه قصادنا دي يا دكتور واقفين قصاد مين؟ طب احنا من خلال البرنامج ومن خلال القناه بنوصل صوتك لاتحاد الكوره ورئاسه مجلس اداره النادي الاهلي والكباتن المسؤولين عن ابنك والمدرب المباشر لان هو اللي شاف الواقع وهو المفروض يقف جنبه. كمان التقرير اللي انت معاك دي تتحرك من خلالها اللي هي بتاع الدكتور فتحي الدكتور عماد عبد العزيز زي ما انت قلت. والناس اللي هم كانوا معاك في اول المساله هم دول اللي ممكن يكملوا كابتن فتحي مبروك ومحمود خطيب يعني ما تخلوش على الولد هو ابن النادي زي ما انت بتقول. ان شاء الله يعني تكون محلوله باذن الله. امين. نخلي القناه زي ما قلنا بنوصل نعم صوتنا صوت اخونا عبد الله المسؤولين. اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فرفق به ايضا طبعا. هذا التواصل لا يمكن أن توجد السنة في أي موقف في أي معاملة مع الكبير مع الصغير إلا ويكون فيها الرحمة والنتيجة الحياة الطيبة. لكن المؤمن يا دكتور نتفق على أنه لا يحتاج إلى هذا هو مؤمن بهذا الكتاب وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ليطمئن قلبه زي ما قال سيدنا إبراهيم. يعني يزداد المؤمن إيمانا وغير المؤمن يدخل في الإيمان بأن يرى ما آمن به. لذلك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني كيف يسأل على الكيفية ولكن لم يسأل هل الله يحيي الموتى أم لا. ويؤمن 100% أن الله يحيي الموتى 100%. وسيدنا العزير فلما تبين له قال أعلم. نعم. لم يقل علمت. نعم. حتى أعلم لكل الدنيا ربي الذي يحيي ويميت ربي الذي يحيي ويميت. ولكن هو يفرح بأن يرى ما آمن به. أنا مؤمن لما عندما قال الله تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. طب يا دكتور مؤمن المؤمن يفرح بأن يرى ما آمن به. طب نعم. غير المؤمن حضرتك طبعا ليك جولات كثيرة. نعم. غير المؤمن لما يرى هذه الآية نعم. ماذا يفعل وقول لنا وقع كده. نعم يكون سببا في غير المسلمين. نعم يكون سببا في حصول التصديق عنده. نعم نعم, نعم. والحمد لله الآن يعني الحمد لله ملايين في كل الدنيا يسلمون لله رب العالمين ببركة أنهم رأوا ما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى. حتى أن الحمد لله شرحنا هذا الكلام في دورة العلم والإيمان مع فضيلة الدكتور طارق درويش كيف أن أكبر أطباء العالم يعلن لكل الدنيا إسلامه أكبر علماء البحار كيف يعلن إسلامه وهكذا. هؤلاء الناس رأوا ما أخبرنا به ربنا سبحانه. حتى في المجال الصحي والطبي يا دكتور نعم. اهتم الاسلام الحنيف والسنه النبويه بصحه الانسان نعم. وان الانسان الحفاظ على صحته والنفس نعم.
أحد الكليات الخمسة لهذا نعم. الدين نعم. الحفاظ على النفس نعم. فمن سبل الحفاظ على النفس مش إن هي نحميها من القتل بس نعم. لا نحميها برضو من الأمراض ونحميها من كذا وكذا عموم الوقاية والعلاج نعم. عشان كده نعم. شرع نعم. المولى تبارك وتعالى وشرع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التداوي بالقرآن الكريم وننزل نعم. من القرآن ما فيه شفاء ما هو شفاء نعم. ففي عندنا الرقية الشرعية في عندنا حبة البركة نعم. اللي أثبت العلم إن هي بترفع جهاز المناعة لنسبة 75% نعم 72% وفي عندنا الحجامة نعم. اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها نعم. نعم لحظة مهمة اتفضل اللهم لك الحمد واغفر لي رب وصلهم يكتب من فضل الله ورحمته كل ما نراه بأعيننا في الرقية الشرعية ما هو شفاء للإنسان ومن حبة البركة التي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء وفي الحجامة وما إلى ذلك كل هذا لا ينفي الغذاء والدواء بمعنى نعم. بمعنى أن عندما تقوم بالرقية الشرعية في أذكار الصباح والمساء لا أذكار الصباح والمساء هي رقية للإنسان نعم. لماذا؟ لأن كيد الشيطان ضعيف كيد الشيطان ضعيف إن كيد الشيطان كان ضعيفا فكيد الشيطان يكيد للعمليات الحيوية للإنسان إن الشيطان لكم عدو نعم. فيضعف من العمليات الحيوية فبركة أذكار الصباح والمساء هذا الإضعاف للعمليات الحيوية للإنسان يزول فيستفيد الإنسان من كل غذاء ومن كل دواء بمعنى أن أذكار الصباح والمساء وتناولي للحبة السوداء وعمل الحجامة لا ينفي أي غذاء ولا ينفي أي دواء نعم أخذ الغذاء لبعض. وأخذ الدواء نعم. نعم. ولكن يساعدني على الاستفادة من كل غذاء وعلى الاستفادة من كل دواء طيب لعلك توفقنا دكتور أن لي تحفظ في كلمة الطب البديل لا ليه من الطب المكمل هكذا أو في التكميلي في مؤتمر أبها جامعة أبها من نعم. من يعني من كذا سنة كان مؤتمر جامعة أبها للطب النبوي الحمد لله كانت من أول توصيات المؤتمر نلغي كلمة الطب البديل ما فيش طب بديل لا نستبدل ولكن الطب المكمل فأصبح كل من يستعمل الأشياء المفيدة للإنسان من العلاج بين الحضارات الصينية كل هذا يكمل ولذلك في إعجاز في لفظ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال شفاء من كل داء نعم وما قالش الشفاء لو قال الشفاء كان لغى كل الأدوية وكل الأطباء والدكاترة يبقى حضرتك حضرت معنا دورة العلم قال شفاء أكيد أنا تلميذ حضرتك لا فزك طيب إحنا في تعريف البسيط للحجامة معناها اللغة المص ماشي مص الدماء يعني إخراج الدم الفاسد من الجسم يعني تعريف اللغة إنها المص استخراج الدم من الجسم لكن تعريف الاصطلاح هي حاجة تداوى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به طب وإحنا فرصتنا النهاردة فضل الشيخ مدحت فوزي مع الملاحظة الجميلة أستأذنك إن الرسول عليه السلام كلما مر نعم كلما مر على ملأ من الملائكة في الأسرة يقولون يا رسول الله احتجم فنسمع بقى فايدة الحجامة من فضيلة لما سيدنا رسول الله قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة خلال سنة متفق عليه فإحنا هنعرف فكرة الحجامة يا فضيلة الشيخ وإيه موضوع إخراج الدم وهل الدم ده فاسد ولا طب نجيب دم بديل ولا بنعمل إيه ولا فضل جزاك الله خير دكتور ياسر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كبيرا طبعا نشكر فضيلة الشيخ مجدي الشريف وفضيلة الدكتور ياسر يعني على الحضور كذلك إن هم يعني استضافونا في برنامج له قامة زي قناة الصحة والجمال فنشكرهم ونشكر القائمين عليها لما يبثوه في الناس من يعني من برامج هادفة فجزاهم الله عنا وعن المسلمين والإسلام خيرا الحجامة هي يعني أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ويكفينا شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ويكفينا شرفا أن لنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شفاء ودواء لأرواحنا قبل أجسادنا فهذه منا من الله سبحانه وتعالى بل هذه كمال النعمة أن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا يعني طب تكميلي كما قال فضيلة الدكتور مجدي شريف هو فعلا تكميلي لأن لا غنى نعم ليس يعني بديل نسبة الشيء في قاعدة وصليب نعم نسبة الشيء لا ينفي غير نعم صحيح عشان أنفي الطب بتاعي ما فيش غير لا غنى عن الطب الأساسي أو الطب اللي احنا ماشيين عليه من ساعة ما تولدنا وقبلينا أهالينا وأجدادنا
لا غنى عنه. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام في موقف من المواقف حتى يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام قال ائتوني بالطبيب، قالوا يا رسول الله، قال نعم ائتوني حتى يعلمنا أن إثبات الشيء لا ينفي غيره. أستاذ فضلتك يا دكتور معنا الأستاذ أحمد على الهواء، تفضل أستاذ أحمد أنت على الهواء الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا فندم. انا عايز اشكر البرنامج الجميل دوت، هو بيعرفنا بالشيوخ الكرام دول. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يحفظك. ربنا يبارك. انا عايز اكلم الشيخ مجدي الشريف الكبار بتاعتنا. اتفضل. اتفضل يا فندم معاك. ازيك يا حاج مجدي؟ اهلا وسهلا. انا احمد ابن اختك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا فخور جدا 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 والله العظيم بحضرتك يا اولا. ربنا يبارك فيك. ثانيا حضرتك بتتكلم في نقطه كويسه جدا. نعم. اللي هي معجزات ربنا سبحانه وتعالى. ففي ايه حضرتك قدامك تقولها لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والخيل والبغال والحمينه بكبوها ودينا ويخلق ما لا تعلمون. نعم. حتى نشكر الله على كافه وسائل الرسول. في النقطه ديت بس ايه تعرف الناس، بس في ناس ما تعرفش الايه الكريمه ديت. نعم. ومعانيها ان شاء الله يعني. الله يرضى عليك. نعم. وكذلك العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في 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 محيط الأسرة يكون سببا في طيب حياة الأسرة، هذا الذي نريد أن نراه. يذكر الآية والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. نعم. يعني الكلمة دي فتحت مجال واسع جدا. الله يعني دلوقتي. نعم. لو واحد قال لي هات لي دليل من القرآن على الموتوسيكل، دليل على الطيارة، دليل على غواصة. نعم. اقول له في دليل ويخلق ما لا تعلمون. نعم. ويخلق ما لا تعلمون. حتى نشكر الله على هذه الوسائل. نعم. تفضل يا دكتور. نعم. حفظك الله يا دكتور ياسر. فالحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى يعني جعل لنا من الحجامه ما هو يعني من الضروري لجسم اي انسان. فالجسم اصلا بطبيعته يعني التركيبه بتاعته او تركيبه الدم، وده اللي احنا نقصده وده الشاهد من الموضوع، ان كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء وكذلك البلازما او كرات الدم الصفراء او الصفائح، الثلاثه دولت يعني يعتبر هم الاساس في جسم اي بني ادم. وبسبب يعني هرم او بسبب هرم كرات الدم الحمراء في الجسم هي سبب المشاكل اللي بتحدث من انزلاق غضروفي او ضعف في النظر او يوريك اسيد او خشونه او الى غيره. فده سببه هرم كرات الدم الحمراء، لان كرات الدم البيضاء والبلازما او الصفائح دي بمثابه اداره الجسم. طبعا هو مدير الجسم المخ، ولكن دولت شغالين تحت ايده يعني بالبلدي كده، وحتى يعني نيسر للمشاهدين ان شاء الله رب العالمين تيسير يعني تيسير توصيل المعلومه وما هي الحجامه يعني وما هي الحجامه والاطمئنان اليها. يبقى واجب علينا اخراجها. نعم. عشان نستبدلها بكرات دم ثانيه. بالظبط. افضل منها واحسن منها واكثر من نعم. فكرات الدم الحمراء يا دكتور ياسر بتهرم قالوا يعني الاطباء وكذلك الاحصائيات وكذلك من خلال معادلات وابحاث قالوا بتهرم خلال 56 يوم. ده عند الكبير وعند الصغير. فال 56 يوم دولت النشاط بتاع الدوره الدمويه بعد انتاجها بيبتدي يضعف بعد هذه المدة، وده بيضعف في كرات الدم الحمراء، ان هي دي المادة المستهلكة زي انا اسف كده زي البنزين بتاع العربية. فكل لما البنزين بيخلص لازم حضرتك تحط بنزين تاني عشان تقدر تتحرك بعربيتك. فده اللي بيحدث من وراء المشاكل. طيب الدم ده بيخرج ازاي بتلقاء نفسه من غير حجامة؟ الدم ده بعد ما بيتكهن الكبد والطحال بيكون هو المسؤول الاساسي في احتضان هذه الكمية، وبعد كده بيخرجها مع فضلات الجسم. طبعا ما بتخرجش بنفس اللون لان اللون نفسه بيطلع يعني بيخرج من هذه من هذا الدم، ثم بعد ذلك بتخرج مع نفايات الجسم، الجسم بيطردها مع الفضلات. طيب بعض الكرات الدم الحمراء دي بتظل في الاورده والعروق والشرايين، وهو ده ما يسبب مشاكل الجلطات وغيره الى ذلك. يعني بيوصل الكرات الدم الهرمه ان هي بتعطل. اتفضل الشيخ معانا الاستاذ علا. اتفضل. السلام عليكم. حضرتك على الهواء. اتفضل يا فندم. الو السلام عليكم. اهلا بيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. لو سمحت اكلم حضره الشيخ بس اساله على سؤال. اتفضلي يا فندم. تحت امر حضرتك. على الهواء. اتفضلي يا سلام. حضرتك انا كان من قيمه فتره جوزي كل ما يتكلم يحلف بالطلاق، علي الطلاق من صراحه المكان ده، علي الطلاق من فيه كده، كان على طول يحلف بالطلاق. فروحت دار الافتاء وقعدت مع وقعدنا مع الشيخ
وقال له ان اليمين وقع كذا يعني ما وقعش، بس حلفانك بالطلاق غلط، وقال له ان انا ما اقدرش اطلقها وان انا بحبها وما اقدرش استغنى عنها. فقال له طب ما تحلفش بالطلاق وطلع كفاره 100 مسكين، وهو لغايه دلوقتي ما طلعش الكفاره 100 مسكين. ماشي. لا لعل حضرتك تقول 10 مساكين. لا يعني كنا عمل 10 مرات، يعني كنا حلف 10 مرات. هو حلف 10 مرات 10 ايمان طعم 10 مساكين. هو قال لي على كده 100 مسكين او 60 مسكين حاجه زي كده، بس هو لغايه دلوقتي هو ما اخرجش الكفاره، مش عشان هو اصلا مش معاه، هو ظروفه ما تسمحش، يعني هو ظروفه يعني مش شغال باستمرار، يعني ظروفه مش شغال باستمرار. فانا لو انا طلعت الكفاره بالنيابه عنه عشان ما ابقاش انا عايشه في حرام، في مشكله؟ طيب اولا ندى ربنا، لان انا بخاف من ربنا، يعني بخاف جدا من الموضوع ده، وعلى انا ملتزمه بالصلاه وبالصوم كل حاجه، لكن هو مش ملتزم بالموضوع ده. ندعي له ما دام قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنه هذا الامر ويبعده عن الايمان، وانا يعني احفظوا ايمانكم. وفضيله الدكتور هيجاوب. نعم، في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام: اذا حلف احدكم على شيء ثم رأى ما هو خير منه فليفعل الخير. ثم هذه تفيد الاسترخاء، يعني بعد فترة، بعد فترتين، بعد كثير، بعد قليل، لا حرج، بس ناوي. ثم فليكفر عن يمينه، بمعنى إيه؟ يعني إذا حلفت على شيء ورأيت ما هو خير منه أفعل الخير، لا أنتظر حتى أقوم بالكفارة، لا لا لا، أفعل الخير والكفارة يعني تكون فيما بعد. أن ثم تفيد العفو مع الترخي، تفيد الاسترخاء، هذه النقطة. وبالتالي لو مش قادر يا مدام، لو مش قادر يكفر وقت ما يكون قادر يعمل. نعم. وبعدين هذه المسائل خد 19 107 معنا أم أيمن على الهواء مباشرة، رقم 107 في نعم. تفضلي حضرتك على الهواء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا فندم. أتكلم فضيلة الشيخ لو سمحت. تفضلي ومعاك، تفضلي. ازيك يا رب يحفظكم ويبارك فيك. نور اسوانه القمامه كلها واسوانه والدنيا كلها يا شيخ. ربي يرضى عليك. تنور، اتفضلي. معلش سؤال يا شيخ. اتفضلي. بس بقى لحضرتك مدخل عشان انا بره التلفزيون جوا، لو سمحت عشان اسمعك. ابني حلف على مراته فاضل لها زوجه واحده ومعاها ثلاث عيال. ما معهوش يدفع الكفارة، ايه يعمل يعني حضرتك؟ فضل الشيخ هيجاوب. يصوم بقى ثلاث ايام يطعم 10 مساكين او يصوم ثلاث ايام، ولجنة الفتوى طبعا رقم دار الافتاء رقم 107 من اي تليفون ارضي، رقم 107 ورقم 19906. تمام. من اي تليفون ارضي؟ استاذ وليد معانا. نعم، اتفضل. اتفضل استاذ وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. لو سمحت مع حضرتك وليد الششتاوي من الجيزه. مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا بحضرتك، كنت عايز استفسر مع بعيدنا حضرتك من الشيخ مدحت من الانزلاق الغضروفي وفائدة الحجامة للانزلاق الغضروفي. يجاوبك فضيلة الشيخ هو سمع السؤال. وحاجة ثانية بعدين، سؤال ثاني بعدين لحضرتك. اتفضل. كان ليا واحدة قريبتي عندها دوالي، فعايز أعرف برضو الحجامة إزاي بيكون ليها تدخل برضو إيه في مع الدوالي. طيب هيفيدك يعني. الشيخ سمع السؤال وهيفيدك إن شاء الله. الأستاذ وليد جزاه الله خير. يسأل عن الانزلاق الغضروفي. نعم. والدوالي. الباشمهندس وليد من الناس المحترمة جدا، الواحد يعرفهم يعني طيلة حياته، وجزاه الله خيرا عمل الحجامة أكثر من مرة، وكان من الحريصين عليها جدا بسم الله ما شاء الله لأصحابه والأهله. باشمهندس وليد، طبعا الحجامة حضرتك عارف زي ما قلنا قبل كده، وإن شاء الله بنكرر الكلام حتى يصل إن شاء الله رب العالمين لمستواه ويصل إلى جميع الناس بإذن الله تعالى بالسهولة. الحجامة بتساعد. معلش يا فضل الشيخ. اتفضل. ونرجع نجاوب على سؤال الأستاذ وليد. اتفضل أستاذ إسلام، سؤالك. أنت الآن على الهواء، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل أستاذ. الشيخ مدحت. أيوة يا سيدي، اتفضل. الشيخ مدحت عامل إيه يا شيخ؟ اتفضل يا حبيبي، إزيك يا أستاذ إسلام؟ اتفضل قول سؤال. عارفني ولا لا؟ أخبارك يا كابتن إسلام؟ أنت وحشنا والله كتير. حبيبي يا شيخ، ربنا يحفظك يا كابتن مصر. عالمي يعني، اتفضل قول سؤالك يا أستاذ. بصراحة الشيخ مدحت كان والدي هيعمل عملية انزلاق غضروف. والله والله ما كده. فواحد جارنا دلنا على الشيخ مدحت، قال لك بيعمل حج. اتفضل.
طيب معلش الخطاطة استاذ اسلام عاوز السؤال. جزاك الله خير يا استاذ اسلام، جزاك الله خير. اتصلت لا لا من الناس والله يعني لوحد سعيد. تفضل. مهارة الحجام في عمق التشريط ولا في حجم التشريط طوله ولا في سحب الدم ولا في ايه بالظبط؟ والله حضرتك يا دكتور ياسر، هي مهارة الحجام اولا في التشريط اللي هو حاجة اسمها الربع ملي. نعم. وده احنا لما بنيجي نتعلمه على يد اطباء متخصصين لهذا الامر. نعم. يعني الواحد مثلا مش هاوي ان هو مثلا يعمل حجامه فجاب كاسات وجاب شداد وعمل حجامه. انا اعرف كمان ان انت واخد دورات في المركز بفضل الله تعالى، اللهم لك الحمد، بفضل توجيهات حضرتك يعني جزاك الله خيرا. مين معايا يا فندم؟ الاستاذ احمد اتفضل. الو، اهلا بك وسهلا. الو، السلام عليكم. اتفضل حضرتك على الهواء. اتفضل. الو، اتفضل يا فندم. اتفضل استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا ممكن اكلم الشيخ مجدي؟ طبعا طبعا، اتفضل. هو سامعك، اتفضل. انا سعيد بصراحه ان انا كلمت، بصراحه انا برن عليكم بدري مش عارف اوصل لكم. وانا بس يا شيخ من كام يوم كده كنت جاي انام حسيت بحاجه بتخنقني وتكتفني. نعم. بردك قعدت اقرا قران اقرا قران وحصل معايا الموضوع بردك تاني. لا بس طهور ان شاء الله. الدكتور سمع السؤال وهيجاوب. وده بيوضح لنا حاجه جميله. فضل. من عمل صالحا من ذكر انثى وهو مؤمن فلنحيين له حياه طيبه. تعالوا اما نشوف هذا الاطمئنان وهذا الجمال، اننا اذا اوى احدكم الى فراشه فليتوضا وضوءه للصلاه. نعم. نمره واحد. اوى الى الفراش. حتى لو كان انهى صلاه العشاء او شفع الوتر وقام الليل كله ويتوضا مخصوص للنوم. وانفض الفراش بداخله الليل. وينفض الفراش ثلاث مرات. أنفض الفراش وأقرأ آية الكرسي وأفتح يدي وأنفض فيهما وأقرأ سورة قل الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، وأمسح ما استطعت من جسدي، أبدأ بقافية الرأس، أفعل ذلك ثلاثا، الله أكبر. الآن أصبح الإنسان في حسن حصيل. وفي الحديث الآيات الأخيرة من سورة البقرة. نعم. آمن الرسول. نعم. لغاية آخر السورة كفتاه فلا يزال عليه من الله حافظ حتى. نعم. يستيقظ أو. نعم. كفتاه يعني. نعم. هي تكفي. نعم. معلش اتصالات بتمنعنا من استكمال مع الشيخ. والله بس نرد على البشمهندس وليد ششتاوي في موضوع الدوالي اللي قربته وكذلك الانزلاق الغضروفي. تفضل. نسأل الله العفو والعافية لنا ولك وللمسلمين يا باشمهندس وليد. والأصل في الموضوع في الغضروف بالذات إن احنا بنحاول بقدر الإمكان نبعد عن مكان الغضروف في الإصابة في الفقرة المعينة بتاعته. يعني بنعالج من خلال جانبي العمود الفقري. من خلال السحب والتفريغ. نعم. وطبعا بنهيئ المريض لأجل هذه الحجامة، بنهيئه نفسيا، لازم تهيئة نفسية. وكمان من خلال التعامل بالنسبة للتشريط وبالنسبة للتعقيم وبالنسبة للأدوات نفسها، يعني أدوات الحجامة تستخدم لمرة واحدة. طيب بس اسمح لي تفضل الشيخ. تفضل استاذ علاء. تفضل استاذ علاء. تفضل. ايوه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. وعليكم السلام. تفضل استاذ علاء. اكلم الشيخ مجدي بعد اذنك. اتفضل. هو سامعك. اتفضل. ازيك يا شيخ مجدي؟ اهلا وسهلا. انه حب في الله والله. يا مرحبا يا مرحبا. اهلا. اتفضل. حضرتك احيانا كده يجيلي زي وسواس في الوضوء ان شاء الله بصفه مستمر. نعم. ما اعرفش ايه السبب او علاجه ايه يعني. الله اكبر. طبعا كثير. عاوز رقم حضرتك بعد اذنك. نعم. طب فضيله الدكتور. نعم. اسمح لي اخذ الاستاذ ناصر وبعدين. طيب. نجاوب على الاستاذ علاء وبعدين الاستاذ ناصر. اتفضل استاذ ناصر. استاذ ناصر معايا؟ اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. انا دلوقتي الازهر مسكن فريسه للصحراء. الازهر ايه؟ تسع سنين الازهر سايب المسلم فريسه للصحراء، مفيش قانون للصحراء. انا لا تسع سنين خمس بس الازهر ما يعرف قوانين، ده مجلس الشعب هو المسؤول عن قوانين التي تبدأ. انا بقالي خمس سنين السحر السحر ست اسر وطالع مدمر خمس اسر. نسأل الله العفو والعافيه. امين. والله خمس اسر واذا عاوزين تيجوا تشوفوا انا عامل فوق ال 50 محضر دلوقتي واشتغلتها. هو معروف الشخص بالساحر. طيب هو نقط الشرطة والمديريات القريبة منك والمراكز بس هي بيشترطوا يكون في شهود. طيب معانا الأستاذ علاء. تفضل أستاذ علاء. تفضل. أيوه تفضل أستاذ علاء.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحاج علاء. استاذ علاء حضرتك قلت التلفزيون شويه اسمعني من التليفون. ازيك يا دكتور؟ كلمني من التليفون يا استاذ علاء. استاذ علاء استاذنك وطي التلفزيون شويه واسمعني من التليفون. ماشي ماشي. اتفضل اتفضل سامع. اتفضل استاذ علاء. كلم الشيخ مدحت. اتفضل يا فندم. هو سامع. الله يحفظك يا ابو هشام، ربنا يبارك في عمرك. اخبارك يا شيخ؟ الله يحفظك يا ابو هشام، والله سعداء بمكالمتك. والله الله يحفظك دكتور، ربنا يبارك في عمرك ابو هشام. الله يخليك. الله يبارك فيك. كده كنت عايز اسال بقى سؤال بالنسبه للخشونه، عايز اشوف بقى ليها علاج ولا يعني بالنسبه للحجامه، الخشونه ليها حجامه ولا ملهاش؟ ان شاء الله ليها. ليها ان شاء الله يا ابو هشام. ان شاء الله. الله يحفظك ابو هشام وجزاك الله خير. الله يحفظك. في بسم الله الرحمن الرحيم، كثير من الناس ان جاءه شيء من الوسواس يخلق ويظن ان هذا شيء، ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام لما لما سئل عليه الصلاه والسلام حديث في المشكاه عن ما ياتي في النفس ويتعاظم امره لا يستطيع الإنسان أن يتحدث بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان. يعني هذا معناه أن إيمان عالي، أن عندما أدخل في الصلاة وأقول الله أكبر فأنا أصبحت في المحراب. يعني إيه في المحراب؟ يعني أصبحت في ذروة الصراع بين الخير والشر اللي موجود على كوكب الأرض. وده يا دكتور يأيده قول الحق تبارك وتعالى على وضع الشيطان مع الإنسان لا قعدن لهم صراطك المستقيم. هكذا. فمدام عدوا يبقى صراط مستقيم. هذا معناه أن أنا أترقى في العبادة. طب نصيحة أخيرة دكتور مجد، لأن الوقت يدحن جهنم. أترقى في العبادة حتى لا ألتفت، حتى سيدنا لم يتبقى لنا وقت. نصيحة أخيرة طيب. للدكتور مجدي. إن لا ألتفت اللي هي إيه؟ قال فلم يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما بالكم اثنين الله ثالثهم. نعم. دائما أركز في العبادة وما ألتفت لأي شيء، ولكن هذا دليل علو الإيمان. فضلت أن نسمع من فضيلة الشيخ. الله يحفظكم الله. الله يبارك. الوقت داهمنا وزاحمنا. لابد أن أجاوب على أسئلتي بسرعة في دقيقة. الوقت. طيب ماشي. إحنا عندنا الأستاذ علاء سأل عن الخشوع. نعم. الحاج علاء بيتكلم جزاه الله خير من قطر، وأنا أعرفه معرفة جيدة، وهذا أخي الأكبر جزاه الله خيرا. الشيخ مدحت دولة مش محل. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طيب نقول له حاجة مفيدة. نعم. في موضوع الحاج علاء نفسه أبو هشام كان جات له فترة من الفترات كان جاله نزيف، والنزيف ده نسأل الله العفو والعافية، الحمد لله أمنه بالسلامة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم التداوي بالحجامة من فضل الله تعالى، وعمل الحجامة في أم المغيث في يعني في منتصف الرأس، وكانت سبب وافي بل سبب واقي ان هو يقوم بالسلامه، ويا رب يطول في عمره لاولاده ويحفظه ويحفظ عليه صحته. اللهم امين. الخشونه يا ابو هشام علاجها بسيط جدا، احنا بناخد من حوالين الركبه، طبعا بنلين المكان بزيت الزيتون او بزيت حبه البركه، وده بيكون سبب في ليونه الجلد. طب احنا سيدنا احنا لو الاستاذ علاء حب يتواصل مع الشيخ رقم ان شاء الله في القناه بعد البرنامج. سامحنا مولانا عشان الوقت يعني يزحمنا، وما دمنا يعني نتحدث عن الصحة والجمال، وما دمنا في قناة الصحة والجمال، نتمنى للضيوف الكرام ونتمنى لكل مشاهدي قناة الصحة والجمال وكل الناس مسلمين وغير مسلمين ربنا سبحانه وتعالى يمتعهم بأفضل صحة وأفضل جمال. سامحونا الوقت دهمنا، كنا نتمنى نقعد باسمي وباسم أسرة البرنامج وأسرة القناة وباسمكم نتوجه بخالص الشكر للدكتور مجدي الشريف على ما أصرنا به من معلومات طيبة، ربنا يبارك فيه. وفضل الشيخ جزاك الله خير يا دكتور، جزاك الله خير، الله يحفظك، جزاكم الله خير. نسألكم الدعاء لنا بالصحة والعافية، ونسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية في الدين والدنيا وحسن الختام. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.